طبعا الاسبوع الثالث على التوالي حملة منتصف مساحة الديوانية مستمرة لدعم العوائل المتعففة من خلال السلة الغذائية والحفاضات وحليب الأطفال. طبعا لحد الآن وصل عدد السلات الغذائية اللي متبرعين بها ساحة اعتصام الديوانية بفعل الناس الخيرة والأصدقاء ما يقارب 1000 سلة غذائية، ومستمرين إن شاء الله. طبعا ولنا صولة أخرى في ساحات الاحتجاج بعد انتهاء وباء كورونا. حسب نذكر بأنه مع السلات الغذائية غاب شهداء ساحة تظاهر الديوانية، بأنه حفاضات وعلاجات وأدوية، وأيضا نوه بأنه كل مكان أنتم جاي ترفعون الأقضية والنواحي وكل مكان من مركز الديواني، وأيضا هناك جميع عبرة جاي توسع أشكل مجموعتين وصلوا عدد السلات وما يقارب 1000، وأكو مجاميع أخرى من ساعة اعتصام الديوانية أيضا يوميا يوزعون ما يقارب 25 إلى 30 سلة، وأيضا عملات من ساعة اعتصام الديوانية عملات تعفير ضد مرض كورونا. نتمنى لكم الموفقية والنجاح، ونتمنى من الناس الخيرة أن تدعم هذه المجاميع لكي يكون هناك تكافل اجتماعي.